أعزائنا المشاهدين، اليوم حبينا باش ناخذكم معنا لمدينة طبولبة. مدينة طبولبة اللي معروفة برشا وكما تعرفوا بالإنتاج الباكورات اللي معروفة حتى على المستوى الوطني، تقريبا توفر ما نستحضرش النسبة ولكن نسبة قوية برشا برشا في الاقتصاد وفي إنتاج الباكورات. حبينا اليوم باش ندخلوا للمارشي سنترال نتاع طبولبة. الحقيقة المارشي يشكي من برشا نقائص وشفناه هذايا حتى بالكاميرا احنا صورناها. ندعو كل السلطات المحلية وكل السلطات الجهويه باش يلفتوا باش يتلفتوا بنظره معناتها يلزمها تكون لهذا المارشي كما يلزم يكون. طبولبيه يحبوا المارشي نتاعهم عامر، يحبوا المارشي منظم شويه تهيئه، وهذا مش عزيز على مواطني طبولبه. كما قاعدين نشوفوا مارشي الحوت، البقعه معناتها الدكاكه نتاع الحوت متوفره ولكن يخيروا انهم ينتصبوا لبرا، وتعرفوا الانتصاب الفوضوي هذه برشا مضر بصحه حتى المواطن، برشا يأثر حتى على العجلة الاقتصادية، وفما ناس راه قاعدة تدفع في أداءاتها وما هيش متوفرت لها الفرصة باش تبيع للمواطن بحكم اللي هو يلقى كل شيء منشر البرا. لفتت نظر لمارشي طبولبة. صباح الخير. مرحبا بيك. بيك عايشك. الحاج شفناك تو تختلف كعبة التفاح، اللهم صل على النبي، التفاح اللي فوح هذا. أي هذاك هو. هذه وديدة وهدية هكا ولا الحاجة؟ لا الحاجة هو العادي، فهمت. سي الحاج شو رأيك في الأسعار؟ هذا سمو باهي تو. هذا برك فهمت. بصفة عامة. بصفة عامة غالية الدنيا، غالية ترى. فهمت. حكيت ممكن 20 سنة نقول لك أنا مثلا كنت تعطينا سوم القفة وقتها قداش تكلف تعبي قفة هكا مزيانة وعلى كيف كنت تدخل بها للدار؟ 5000 فرنك تنجم تعبي قفة قبل ولا ولا حتى فيها كل شيء. فهمت. من خضرة من غلة من زهومة من كل شيء؟ إيه فيها إيه كل شيء. أنت 5000 شنو تجيب لنا؟ 5000 بجيب لك شيء تو. حتى السلق والمعدنوس ولا ذاك الحسبة. فهمت. يعيشك سي الحاج بارك الله فيك. يعيشك. اخويا اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. حبينا نشوفوا رايك كمواطن هوني في طبولبة، شو رايك في الاسواق؟ شو رايك في العيشه بصفه عامه؟ عيشه صعيبه برشا. الزوالي ما شغلتها حتى شيء. الانسان تو الكاري وعنده صغار وعنده كل شيء، والله العظيم لا وصل حتى النتيجه. قسما بالله انا واحد من الناس نقوم من 3 نتاع الصباح ل 6 نتاع العشيه، عندي 4 صغار وكاري بربي كله، عندي ولاد مريض عنده القلب وعنده عمالي من عينيه، فهمت؟ وزاد عمل اكسيدون عنده تو جي 3 ايام، والله العظيم انا نعاني في معنى نتاع موت. ان شاء الله بلطف اخويا، ان شاء الله بلطف. ولما واسمع ولما سمعك حتى واحد، ما سمعك حتى انسان، فهمت؟ تنهزك تو لدرجه تضرب عينيك، فهمت؟ معناتها انسان، معناتها علاش تخدم؟ معناتها كيك نهار تاخذ ونهار ما فماش. ما تقول انت صعيب عليك الامر توفر الحاجات الضروريه للماكله والشراب ولا ما من الانسان؟ فما حاجات ما وصلت لهاش، كماش ولاد الحلال يعاونوا فيا ما وصلهاش، يعني ما نوصلش. خاصة توا الخضره والغله والدنيا كل معناها تقريبا والحوت والكل معناها غالي شويه. الحمى صدقني سنه قبل 3 أو 4 اشهر لا ناخذ هاي الحوت ولا الدجاج ولا حاجه. في الشهر ناخذوش مره، كانت الخضره وعايشه كيف؟ ليش؟ خاطر عايشه اللي عنده صغير عنده برب كل ما نجمش. فهمت ولي؟ يا ربي يقدرك ان شاء الله وربي يعطيك القوة. عايش كهنا مع الوقت واللي باش يعمل ربي مليح، واحنا ماذا بينا نقصونا طريف في الزيت في المواد في بر ربي كل. تفاح من 2000 حتى 3000 ونص، اسوان من 2000 ونص 3000 ونص، وانت البنان 4000. ايش
شنو كانت ديجا بالفي، هذه هي الأسواق، هذه سواق ماش أنت عادية معناها أنت فصلية غلا أنت وقتك. والإقبال بربي نتاع المواطن إقبال متوسط ولا ما فماش ولا كان تحكي؟ حكم أنه الظرف بالظرف تو معناها شوي شوي الناس أنت هكا معناها أنت معيشة، مش أنت خدمة قبل وأنت ناسك الخدام مش كيقبل. أول شيء الناس على قدر فلوسها، ما الميزانية ثقلت عليها من القراية من العيد معناها الظرف، ما وهذه يقول لك ديما الغلة دي تقعد كماليات ماهيش من الضروريات معناها، وناس يعني تبعت باعها ورا ماهيش أنت خدمة كل خدمة إحنا تنقص المواطنين منين مش يقبل روح من كل البلاصة مسكر عليه من كل البلاصة شوف الأدوات قداش لقاها كذا هو كيف فضل يلقى ذيك طرف ديسار سيبوه معنا الله منه نجم وصل يجيب لذري حاجة. الناس تعبت لا ناس تعبت معنا صح ناس وين تمشي للقرو راي غالي كان جي تشوف معنا قداش تو أنت مثال هذايا موظف عليه مازوتو وتيفيال قصوا على الفلاح وتيفيال يقصوا على المواطن تطلق عليه كيلو 500 فرنك تيفيال هذه المواطن ما يعرفهاش لأنه 500 فرنك تيفيال بقداش توصل له أكيد من الأسوان مش تطلع ما تجهل الناس فما المواطن وحتى المسؤولين يعرفوا ويتجاهلوا الشيء هذا أنت وقت تجي في المرشي تقص 14% مقابل إيش انت تمشي فيها للرأسمالية مقابل ايش 14% علاش كون مش تثقل هذيك ما مش تثقل على الوكال هي الوكال هذاك 14% شوف انت مثال هذيك ب 3000 زيد 14% قداش تولي علاش ال 14% علاش ما تاخذهاش لو تعطي فيها المكاسة وتعطي فيها باش ياخذ هو الوسيط هذاك وكل علاش ما تعملهاش بلدية وتقص 7% ما تنقصش على الوكال 7% هم يحبوها رأسمالية ويحبها فانت لا ناس تموت وهم يغزرون امشي انت المرشي كلهم يجي يشراها مكاس يشراها بزوز مليارات شو معناها بزوز مليارات شراها يشري سوق مكنين بزوز مليارات على اساس وقت اللي هو مقيد في البلدية مليار ومئتي على اساس وين مشى الفلوس قرعة 750 هذه الواحد سناري 1200 ايه شو هو من شاقته فقوس خاطر مش وقته تو فهمت الفقوس انا 2500 دفعت 3100 رمان 1495 خوخ 2800 قارص 1700 مسيه ب 2000 نزاز 3450 عنب 2875 بطيخ 850 اهلا وسهلا اختي مرحبا شفناك قضيت وكانت تعطينا فكره على سويم في مرشيت بلبا الأسوام عادية خاطر حتى ذوكم في السوق زادة موجودين الأسوام بالحقيقة هي الدنيا شعلت فيها النار منا ولا منا سواء في المرشي ولا البرة كيف كيف ما هو نقضي شوية منا شوية منا باش نمشي والعباد منا ومنا زادة طيب شفتك أنا تقضي من المرشي ما قضيتش من برا رغم الانتصاب الفوضوي علاش مثلا احنا ماذا بينا مواطنين كلها كرا يعني ما عندي دخل فيه جملة الانتصاب الفوضوي يجيني فيهم ليه معناتها نقضوا علاش خذيت من المرشي وما تاخذش من الناس اللي ناصبين البرة معناتها احترام تقول انت على خاطر يلزمنا ناخذوا من الناس اللي في المرشي طبيعة ناخذوا من بلاصه معروفه ما نعرفش عليهم الانتصاب الفوضوي انظف ايه بالطبيعه حاجه انظف وعند عباد معروفين زاد نحبك توجه لنا رساله لكل المواطنين تو قاعدين نسمع فيك في تبلبك كيفاش تقول تقول اشريو من المرشي ولا اشريو كيما جيت يلزمنا نمول المرشي نتاعنا طبعا باش يتنظم بالباب شو اللي ياخذوا منه يزينا من الانتصاب الفوضي ويلزمنا من نصب الملوحه في كل بلاصه هذوكم ومول المرشي يخدم شويه زاده حتى ظروف الصحه اللي فيها ماشي متوفره زاده جمله خاصه تو احنا لاحظنا قدام المرشي نتاع طلبه خاصه فما الحوت وفما تقبل انك انت تشري الحوت من برا حوات هذوكم معروفين راه من اول زمان معروفين معناها معروفين اللي قاعدين ينصبوا قدام المرشي معروفين فهمت تقول بيا معناها معروفين نتاعنا ولينا فهمت نتصور كان جاي واحد اخر يبدا يدور ايه هذوك ما الحقيقه تحبش تاخذ منهم هو طبيعه هذه بالحق معناتها يلزم كل مواطن يعمل كما اختنا هيك على خاطر يلزم يفكر في صحه اولاده وفي صحه افراد العائله خاصه تو هالامراض المتفشيه وهالاوبئه هكا ولا بالطبيعه ايه سيرتو تو برشا جراثيم وامراض واحد
احنا توا مشكلتنا كان المرشي يتنظم ويتحسن بالبيت ولي العباد الكل ولي الداخل تبيع على روحها، ما عادش كان دي صار فوضى، ما عادش كل حوادث للبرا، كان يتنظم المرشي على قاعده توا كل عباد كل واحد يشد بلاصته. هذه نتصورها رسالة من أختنا المواطنة لبلدية تطبلبة أنه تطلبهم إن شاء الله بش يعتنيوا أكثر بالمرشي هوني بالمرشي سنترال اللي موجود في تطبلبة. مزيد من العناية باش تنجموا تاخذوا من هنا إن شاء الله. إن شاء الله عايشك لموك بعشر ألاف، الصفيرة بثمنتاش، والشلمة بثمانية ألاف، واضحة هذا يعني حوت من تطبلبة. تطبلبة من شنو؟ من البرة. قل لي لاحظت انك انت الحوت موجود البرا، علاش ما تسويش المرشي؟ شنو ناخذ المرشي؟ قل لي علاش المرشي؟ ما عندناش مرشي. اول حاجه اول حاجه عندك الطول هذيك ممنوعه على الحوت، الطول هذيك موجوده ممنوعه على الحوت، كان جات خواص راهم طيراها تابع البلديه ما نجمع لهم حتى شيء، واضح؟ كي تحط كعبه الحوت تحت منها تقليه تطيب، فهمت؟ والعباد ما عادش دخلت في المرشي هذا، خاطر ما عندناش مرشي. مش مرشي، مرشي فيه خضار واحد وفيه خضار واحد، هذولي مش مرشي. كان جاي عندنا مرشي باهي رانا منظمين امورنا بالرجل، وما عندناش بلديه، احنا في طولبه فهاش عباد اللي توقف في البلاد الاكثر العقل. هنا قدام عينيك ندرى هذا اجي كي تقتلوا هناك شو قلت؟ قلت هذا مرشي؟ قلت ولا هكا هو حقا شبه مهجور. مش مهجور، متروك ومهجور من بعض الظروف. ان شاء الله يا سيدي تتكثف كل الجهود ويرجع مرشي تبلبة كيما كانوا كيما تحبوا انتوما. 10 سنين واش نعملوا لكم مرشي؟ واش نعملوا لكم مرشي؟ السلام عليكم خويا. ورحمه الله وبيك. حبينا نشوفوا اسوام الدجاج ومشتقاته اللحوم البيضاء، ولكن لاحظنا اللي شويه ارتفاع على المدى الفايت. الارتفاع هو يرجع للطقس كيما نقولوا، كي يبدا الحوت ناقص شويه الاسعار الدجاج تطلع، خاطر المواطن يولي باش يقبل على الدجاج ما عندوش شواء. مربوط بالطقس، معناها كي البحر ما يخدموش يطلع الدجاج، كيف يكثر الحوت باش يولي فما شواء في الماكله يهبط الدجاج، معروفه هذه. ومع اللي صار في نابل يقولوا برشا باتيمات بتاع الدجاج معناها ماتت، وشنو اللي يربيو الفلاحين ولا فما نقص، كي ينقص الطير يولي الاسوام تطلع. اما احنا ديما ساعدنا وين الاسوام هابطه وين خير، اللي كان باش ياخو رطل يولي ياخو كيلو، وطاو كي يغلى يولي العكس، يولي باش ياخو دجاجه ياخو نصف دجاجه مثلا وجبه جوست وكا. معنا ديما الرخص معناها سواء احنا ولا الخضاره ولا جزاره، الرخص ديما يخدم خير ويربح خير وكل شيء، وين تطيح الاسوام تبيع اكثر. مارج شويه ولكن كنت تبيع برشا. صح تبيع برشا، برتو خضره غله كل شيء، كي تغلى تولي يعني كان باش ياخو مثلا كيلو ويقول لك اعطيني حتى نصف رطل ولا حاجه كيما هكا. الاسوام الدجاجه صحيح معناها ب 7500 بولي باك، احنا نقولوا الكويس بولي ب 9000، الاسكالوب داند 11890 اي بريسك مسعر، هو بريسك العظم 850، وكان عندنا الكويس داند وفيه هو ب 5900 سوم الكويس داند. وان شاء الله ربي يجريها صلاح وبرا الامور ما تعجبش. واحنا فما مشكله نتاع مرشيات، ريت الاحوان كل تخرج لبرا والانتصاب فوضى ولا هذه حل حانوت لبرا، المرشيات براتيكومون ولاو مهجورين، مش كانت بولبا البلدان الصغار كل الا في المدن الكبيره قاعد المرشي يخدم، سوسه مستير مهديه، اما تجي موكنين تجي جمال تبولبا المرشيات ديما فارغه، رغم الكري رخيص تاع البلديه رغم هكاك، والعباد تخرج لبرا يقول لك نكري غالي لبرا مين بيع مين نخدم، والمرشيات ولات مهجوره. كيف البلديه طاو يتصداو لك الاحوان العشوائيه، فما جزار يذبحوا فوس الحانوت ولا قدم الحانوت كيما مكنين تراوهم ما عرفش في مكنين، كيف يتصدوا لهم ويولي فما رقابه، تعاود تعمر المرشي، المرشي دوره هو يعدل الاسوام راه. كي يبداني هناك دجاج ومقابلني واحد اخر في جنبي واحد، مش نحط اسوامي اللي القانونيه، الخضار كيف كيف، وكي تلقى روحك وحدك هذوك من البرانيين يزيدوا كيما يحبوا خاطرهم البر هكا فين وهكا فين، وانت هناك وحدك حتى الموفمون تبدا ناقصه. معناها ما احنا مضابين المرشيات يرجع دور المرشي هو يعدل الاسوام، يوفر الشواء والاسوام تتعدل اوتوماتيكمون، هذاك شو نحب. يعيشك.